اجت الصهاينه يعني من شرقه من وحده الكومبانيه هذه بيت شمن، وعليه طلعوا على المصفحات وصاروا يهللوا زي الاردنيين، فكرناهم احنا اردنيين يعني. ففتحوا لهم البوابه وخشوا ثلاث مصفحات من ناحيه ما خشوا الصهاينه على البلد جوا من البوابه هاي، نزلوا على المصفحات وصاروا طخوا في الحراس اللي على الباب، طخوا على الباب وفاتوا جوا على البلد، طلعوا على المآذن في العلي اللي هم الصهاينة. فكانت النتيجة كل واحد كل جماعة طلعوا على مأذن اللي في نص البلد، وبعدين في مأذن ثاني عندنا جامعين طلعوا على برضه، صاروا تخطخ في الناس اللي ايش اللي بيطلعوا بالأسلحة تبعتهم. منهم أخوي استشهد في هذه الحالة، فإحنا رحنا زي ما تقول يعني ودينا. تتذكر عددهم؟ لا ما أنا شفتهم أنا في الدار، ما كنتش يعني أشوفهم يعني، بس اللي صار يعني كنا نسمع فيهم هذا الوضع. بعدين إحنا قبل هذا قبل ما يفوتوا عنا اليهود كانت في منطقة اسمها وادي الخيار، هذه كانت عليها حراسة قوية يعني من ناحية هذيك يعني. أوه. فالحمد لله رب العالمين إحنا وقتها لما دخلوا اليهود والكل عرفوا إنهم هذول إسرائيل يعني اللي هم الصهاينة دخلوا البلد، فكانت النتيجة إنه يعني الناس اللي عندها أسلحة كانت ضبوا حالهم وما حدش يعني صار يقاوم، خلص سلمت البلد في الحالة هاي. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم لهم أجوا اليهود قالوا لنا إحنا بدنا نفتش على أسلحة هنا وبدناش إحنا نزعجكم، اطلعوا عند طريق على عند الملك عبد الله، ده أمير عبد الله على الأردن يعني، عشان هيك يعني إحنا بس يومين ثلاثة وبترجعوا. المهم صدقنا أو المهم يعني خدعونا في هذا الكلام. كان أبوي موجود، رحنا هاجرنا إحنا، هجرونا في طريق لا سيارة تمشي فيها ولا بسكليت ولا عرباية ولا إشي، يعني بطولنا رحنا من غير ما نحمل أي إشي. بعدين اللي كان في الطريق اللي يعني على الممر اللي احنا كنا بنمشي فيه في البلد قبل ما نطلع، كل شيء حمله المراه يهدها ياخذوا منها اللي هم الاسرائيليين هذول الصهاينه، يعني ما خلوا حدا يعني يحمل شيء معه. لما طلعنا بيتنا هذيك الليله وين في نعلين، لما طلعنا مشي كلنا من اللد لنعلين عند رام الله. تتذكر حاجة قديش عدد سكان البلد في هذاك الوقت كان؟ وقديش اللي دخل؟ ما هو عندنا في الدفتر والله، لو سألتني كان أوكي. كان يعني مشيت يعني. فالمهم في نعلين بيتنا هذيك الليلة وتعبانين مهلكين في الطريق. احنا قبل ما نوصل نعلين كانت إلي عمي شتنا أخت أبوي يعني عمتي توفت وإحنا ماشيين، انقهرت على أنا أخوي يعني اللي استشهد وتوفت على أثرها، ما فيش لا نعرف نفحص لها شخر، فيش نفحص لها بشي يعني ندفنها. وطلبنا من الله هذا ما حدش رد علينا، جابوا حجار حطوا صف حجار يعني عملوا زي القبر هيك وحطوا فوقها شوية يعني حجرات هيك ودفنوها. وإحنا روحنا على طلعنا وصلنا لنعلين، في نعلين أجت سيارات من تعاون الأردن حملونا على رام الله. من رام الله ما لقوش وسع، قالوا لهم ودوهم على نابلس. جينا رحنا على الفاطمية هنا في نابلس، قعدنا شهر رمضان بقى فيها يومها خمس رمضان. لما طلعنا من اللد كانت الدنيا حر شوب كتير يعني اشي فظيع، والناس يعني اول اشي خايفين، وبعدين تاني اشي راح لها شباب يعني. وفي باللد قبل ما نطلع كمان في واحد من الشباب يعني من بيت دار هارون ضرب قنبلة على الإسرائيليين اللي هناك على الصهاينة، والأوفر لحقوه راح على الجامع في البلد. لما راح على الجامع كانوا الناس أغلبها في الجامع يعني حوالي 40 واحد، لما فاتوا على الجامع تخفوا كل اللي في الجامع اللي الصهاينة هنا. عاد لما إحنا طلعنا وصلنا رام الله ودونا على نابلس، قالوا لنا ما فيش هنا لأنه خيم واسع، ولا المدارس ولا الجامع الجوامع برضو كلها انتهت الناس. رحنا جينا على الفاطمية هنا قعدنا شهر اللي هي مدرسة
اللي هي مدرسه. فرحنا قعدنا شهر رمضان وعيدنا في نابلس. صاروا يقولوا الشباب يعني اللي بيعرفوا المنطقه قالوا انه في غزه مصر يعني اخذت من عند اسدود. احنا اسدود قريبه على اللد. ابوي الله يرحمه كان موجود معنا، قال لي يابا احنا ليت يا دوبنا اذا كان اللي اخذوا المصريين اخذوا اللي عند اسدود احنا ادبنا بكره ولا بعده بكونوا في اللد اللي هم المصريين على زمان الملك فاروق هذا. فقلنا له طيب ايش اللي بدك اياه؟ قال بدنا نروح على غزه. ركبنا ورحنا على غزه. هناك في غزه لقينا ماخذين الاسفلت اللي هو المصريين وكلها خدعه كانت على زمان الملك فاروق وخيانه. اللي هم كانوا اللي هو كان جمال عبد الناصر في الفالوجه حشروه هناك لمده معينه وبعدين اتفقوا على اساس يخرج ويعني ويسلموا للمنطقه هذيك لعند المجدل مجدل غزه. فكانت الموضوع تبعنا كلها ايش؟ يعني هجره بهجره. لما احنا ضلينا في غزه من 48 لل 71 واحنا في غزه. في غزه احنا كانت الفدائيين يعني يهاجموا اليهود اللي هم الاسرائيليين هذول الصهاينه كانوا يهاجموهم وجها لوجه. هنا اللي اليهود اللي هم الصهاينه كانوا يعني بدهم يعني يتخلصوا من هذا الشيء. فتحوا شوارع شارع 40 متر عشان يشوفوا اللي قدامهم من بعيد. واحنا طلع بيتنا وفيه كان لي محل احذيه، انا كنت عندي ورشه احذيه يعني عندي صناعيه وعندي يعني امكانيات كثيره. أجت في الشارع فخيرونا نروح على العريش بقت معهم العريش أو نروح على الضفة الغربية. أي الهجرة الثانية. الهجرة الثانية. فكانت النتيجة إنه إحنا حملونا أجابوها السيارات من الكبار هذول المكتورات اللي هم الإسرائيليين هذول الصهاينة. فحملوا الأغراض اللي إلنا يعني شيء اللي بنقدر نحمله يعني وجابوا الجرافات حسب الدور. يعني احنا واقفين بعد ما حملوا الاغراض تبعنا. وبعدين ودونا وين؟ على هنا على طول كريم. من غزه من العريش لطول كريم؟ مش من العريش، من غزه. العريش ما رحناش. من غزه من على طول كريم على اساس بدهم يعطونا املاك غائبين بدال البيت تبعنا. والتعويض. والتعويض ما فيش محل اللي نسكنه ونقدر عليه. في 48 كانت هنا المنطقه خاليه. ما فيش يعني لا مدارس في هذه المنطقة، لا مية، لا صحة، لا يعني إحنا عندي كان عندي 5 أولاد وبنتين وأمي وأبوي في حالها. فكانت الحالة يعني صعبة كتير. فروحنا قلنا لهم ما بنقدرش نعيش هنا في هذه المنطقة. ودونا على شو اسمه هذا يرتاح على أساس نشوف أملاك غائبين. برضو ما لقيناش مسكن يعني اللي نعم قضاء طول الكرم. قضاء طول الكرم. بعدين ودونا على شويكي برضه بنفس الطريقه. فيش يعني حياه اللي يقدر يعيشها هو واولاده الواحد. انا عندي اولاد صغار لسه يعني كلهم يعني من يعني اكبرهم يعني كان شيء بسيط يعني مش عالي في 47. حاج ابو حسن بدي اسالك بس عوده للد. في مجزره في احد المساجد ما ذكرتها. ذكرتها ليش؟ يعني تحكي لي عنها بزياده. بالزياده ما قلت لك. وقديش كان عمرك لما تخرج؟ انا 17 سنه كان عمري. يعني بتوعى مضبوط؟ بوعى مضبوط. انا كان عمري من 31 بقول لك الى 48 احسبها انت. شو اسم المسجد؟ هذا مسجد دهمش. دهمش صح. كان اسمه مسجد دهمش. هذا كان واحد غني وبنى على حسابه وله املاك الملك لله سبحانه وتعالى. فهذا الجامع كان يعني متوسط البلد. في كان جامع ثاني في البلد القديمه بيقولوا له المسجد الكبير. هذا المسجد الثاني بس ما حصلش فيه حوادث، كانت الناس بعيده عنه بس في وسط البلد هذاك. قديش اللي استشهدوا في مسجد دهمش تقريبا؟ فوق ال 40 واحد. 40 واحد؟ فوق ال 40 كمان. فوق ال 40. فكانت الدم كلها بركه يعني في المسجد يعني. هل شاهدت هذا بعينك ولا؟ لا ما شاهدتش. انا كنت في البيت. بقدرش في البيت. انا ما كنتش اطلع، انا ما عنديش اسلحه دافعه ولا شيء. كان اخوي بقول لك استشهد في الحاله هذه. اي بالضبط.
فالمهم احنا هاجرنا، هاي ثاني هجره جينا داخل فلسطين. داخل فلسطين جينا، بقول لك بدونا على شويكي، بدونا على فحمه عشان ناخذ املاك غائبين، فيش سكنه اللي نقدر نعيش منها. فقلت لهم انا شخص بدي اعيش انا اولادي بسلام، على اساس انا بدي اعلمهم، بدي فيش صحه هين في المناطق هذه، فيش شيء للاولاد يعني يعيشوا فيها. فعلا جينا على نابلس. قديش كان عدد الاولاد؟ عندي 5 اولاد وبنتين. انا ذاك لحظه انا ذاك مهم انا بعدها ما اوكي، بس انا نغير البطاريه.